نرجع تاني مره اخرى لملعب المباراه وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل ضيوفك وكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا بينضم لي في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي، دي المباريات اللي بنقول عليها بنستمد منها قوه شخصيه النادي الاهلي، والمباريات اللي بتتحكي في تاريخ النادي الاهلي. النهارده مباراه ماراثونيه، لكن الرهان دايما بيبقى على شخصيه لعيبه النادي الاهلي ورجوله لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه. طبعا زي ما انت قلت، مباراه مهمه جدا في توقيت المكسب فيها كان توقيت متاخر شويه وصعب شويه، يمكن اتاخر علينا، ممكن احنا كان عندنا فرص اكتر في الشوط الاول، كنا ممكن نقدر نحسم الماتش اكتر من كده بدري، كان عندنا فرص كتيره جدا يعني. لكن الحمد لله زي ما تقول المباراه ديت مهمه جدا، انت اساس نقاط مهمين جدا، ماتش الخامس على التوالي، برضه من الحاجات الايجابيه الحمد لله اللي احنا اشتغلنا عليها والراجل اشتغل عليها. تنساش برضه الماتش السنه اللي فاتت، احنا كنا هنا على الملعب ده خسرنا وفقدنا اساس نقاط كانت مؤثرين جدا، لكن في الاول والاخر انت بتلعب على اساس نقاط قدرت تحققها في اي توقيت، فطبعا جهد مشكور من اللعيبه، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل باذن الله. كابتن سامي دايما بتقول انا لازم العب على الظروف المتاحه والامور المتاحه. النهارده في ظل غياب حمدي فتحي، النهارده ياسر ابراهيم بيكون موجود في ظل ارض الملعب، في ظل التاخر والمباراه تروح وتيجي، بلعب على كل الظروف. ياسر ابراهيم بيلعب النهارده، ما تحسش ان رتم الاداء اتغير؟ طبعا ياسر من الناس بتمرن كويس جدا وعندها امكانيات كويسه جدا، وانت عارف دي طبيعه شخصيه لعيبه النادي الاهلي، يعني كله بيبقى جاهز بيتمرن بيعمل اللي عليه، بيبقى تحت امر مدير فني في اي وقت. اعتقد ان ياسر قدم مباراه برده طيبه معايا زي الفرقه، ان شاء الله برده ان حمدي لما يرجع يبقى في منافسه اكتر. يمكن عندنا غياب الماتش الجاي عندنا ثلاثي اساس انذارات برده، فان شاء الله ممكن يكمل ياسر ويبقى حمدي موجود، الراجل يبدا يفكر تاني يعني بالمتاح بالنسبه له. لكن في الاول والاخر زي ما انت قلت بتلعب على الظروف اللعيبه اللي موجوده، الراجل عنده ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده. النهارده بيشارك لعيبه كتيره، طبعا سوء الحظ النهارده لحسام حسن طبعا اصابه اثرت علينا نفسيا واثرت اعتقد على اللعيبه في توقيت معين كده، بتاخد من وقتك شويه برده، ان انت لعيب بيبقى لسه نازل وبيصاب اصابه خطيره، فطبعا بيبقى في تعاطف كبير طبعا من اللعيبه، لكن ان شاء الله اتمنى تكون بسيطه ان شاء الله. 10 ايام اللعيبه الدوليين لعبت اربع مباريات، منهم مباراه كانت خارجيه، النهارده ايضا سفر للمحل، اجهاد كبير جدا وضغط كبير جدا، لكن دوركم والاعداد النفسي اللي انتوا بتعملوه مع اللاعبين والوقت بيبقى قليل قوي ان انا اعالج الاخطاء. خلينا بقى نتكلم ان مش هنقعد نقول اعذار زي السنه اللي فاتت او نتكلم في الحاجات اللي هي واقعيه الواقع يعني، لكن في الاول والاخر مهم جدا ان انت تكسب، مهم جدا ان انت تبقى تحافظ على وتتركز في البطوله اللي هي غايبه عنك، دي مهمه جدا بالنسبه لنا يعني. استفدنا من الاخطاء السنه اللي فاتت، مباراه بركز فيها كلها بغض النظر عن الظروف اللي انت بتقولها، سواء بقى ضغط المباراه ديت او ارضيه الملعب، يمكن الناس ما بتبقاش حاسه بالحاجات دي اول، لكن في الاول والاخر انت ثلاث نقاط حققتها، ودي حاجه اهم حاجه في المباراه اللي انت حققت ثلاث نقاط يعني. اعتقد ان التوفيق ما بيجيش الا الاهل، واعتقد اللعيبه يعني حاولت كتير النهارده وكانت مركزه في بدايه المباراه، يمكن حصل في سنه مثلا عدم تركيز في اوقات معينه اثرت على الهدف اللي احنا استقبلناهم، لكن ان انت ترجع في حوالي 30 ثانيه او 40 ثانيه وتسجل هدف ده، فاعتقد الحمد لله دي شخصيه كبيره من لعيبه النادي الاهلي. كابتننا في الاستوديو كابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال اتكلموا ان مفيش مباراه في الدوري سهله، وان فريق المحله فريق فضل كبير جدا بيرجع للكابتن خالد عيد في تكوين هذا الفريق، وايضا الكابتن محمد عوده بيكمل على نفس الاداء. طبعا دوري صعب جدا جدا، خصوصا الدور الاولاني، انت عارف الفرق كلها مستعده كويس، عامله فتره اعداد كويسه، وخلينا ما تغافلش ان فرقه المحله كانت تعتبر رابعه الدوري النهارده، اول من خساره ليهم، فاعتقد برضو فرقه استقبل ثلاث اهداف النهارده بيستقبل بالظبط يعني، في حاجات برضو ديت تدل ان المباراه قويه يعني. ما تنساش برضو المحله فرقه كبيره عندها تاريخ كبير وعندها خبرات كبيره جدا في الدوري، عندها مدرب واعد طبعا ما شاء الله عامل اداء مميز جدا يعني، بشكره عليه وبشكر فرقته عليه، لكن في الاول والاخر برضو انت بتلعب النادي الاهلي الحمد لله يعني، في خبرات في اللعيبه، في لعيبه عارفه يعني ايه مسؤوليه اللي انت تلعب تيشيرت النادي الاهلي، واللي هم يخلصوا المباراه في الظروف دي اعتقد الحمد لله نتيجه ايجابيه الحمد لله لينا. جمهور النادي الاهلي مع استقبال الاهلي للهدف من فريق المحله قالوا جمله: بالدم بالروح الماتش مش هيروح. اعتقد كل اللي في الملعب باللاعبين كان ليها اثر كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. كلنا والله كلنا في نفس القدر، بتدي لك قوه كبيره جدا. جمهور النادي الاهلي بعد ربنا طبعا داعم كبير لنا والمنظومه كلها، سواء لعيبه وجهاز او كل الناس اللي بتنتمي النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده حاجه عظيمه جدا، بيدي لك قوه، بيدي لك بعد ربنا بتحس ان انت عندك ظهر يعني. ودايما بتلاقيه في الاوقات اللي انت بتبقى صعب فيها يعني، اعتقد بعد الجون الهدف الثاني دوت اعتقد اللعيبه التشجيع اثر عليها جدا واثر علينا جدا، والحمد لله اللعيبه برده ما خذلوش جمهورهم، ان شاء الله نوعدهم ان شاء الله بالاحسن الفتره اللي جايه، ودايما ان شاء الله تكونوا في ظهرنا باذن الله. بعد الهدف الثاني اللي احرزه النادي الاهلي شفت حضرتك بتوجه لاليو ديانج، بيعمل ضغط من فوق، ضغط عالي من فوق، وبدا يتحرك في المسافه اللي ما بين خط الوسط وخط دفاع نادي المحله.
بص هو دايما انت عارف معظم الفرق لما بتسجل في الفرق الكبيره الطبيعه اللي هي بتتراجع يعني، فالمهم جدا ان انت تضغط من قدام عشان ما لكش فرصه الا كده يعني، لازم ترجع في المباراه ولازم تحقق الهدف لان كان الوقت قليل جدا يعني. اعتقد الحمد لله يعني الدقيقتين دول او الدقيقه اللي بعد الهدف الحمد لله اللعيبه ضغط كويس وجالنا فاول في منطقه كويسه جدا، قدرنا الحمد لله علي يسجلها رغم ان علي كان عنده اصابه في اخر المباراه يعني، لكن بشكره طبعا اللي هو اتحامل على نفسه وقدر يسجل هدف مهم جدا وثلاث نقاط مهمين جدا، وده اعتقد يعني سلسله من الحاجات اللي هو بيعملها تأثير جدا مؤثر جدا، لعيب مؤثر جدا لينا ونجوم النادي الأهلي بشكره طبعا عليه وبشكر كل اللعيبه طبعا. قلت ايه للاعبين بعد المباراه؟ يعني طبعا شكرناهم، الراجل شكرهم وقال لهم مباراه صعبه جدا، وهو كان بيحذر من قبل المباراه، مباراه صعبه جدا مهمه جدا ان انت تكسب خصم عنيد ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا برضو، اللي انت تبقى لاول مره لان احنا ما خمس مباريات ورا بعض اعتقد من الدوري اللي قبل اللي فات هو اللي حققناهوش ما حققناهاش يعني السنه اللي فاتت حتى اربع مرات ما حققناهوش، فاعتقد الحمد لله النهارده المباراه الخامسه اللي انت تحققها الحمد لله رب العالمين. كابتن سامي ومبروك وبالتوفيق في اللي جاي. شكرا حبيبي. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء بفوز النادي الاهلي على فريق غزل المحله بثلاثه اهداف مقابل هدفين في مباراه كبيره ان دلت بتدل على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح.